هناك من يتساءل كيف صمدت مصر واجتازت أزمات كثيرة عبر الزمان؟ ونقول لهم أن مصر رجالها أشداء، على العهد أوفياء عظماء، ونساءها الفضليات هن من أنجبن هؤلاء الرجال. فمهما تعظمت العدائيات ومهما بلغت التحديات، فإن شعب مصر دائماً وأبداً قادر على صناعة تاريخه. هذا ما سوف نشاهده من خلال فقرة قصيرة بعنوان في حب مصر. في طريق أحلامنا تحديات، ممكن تضحيات، ناس بتضحي بنفسها أو حتى من جسمها عشان تحقق حلمنا. بالعمل رسموا بسمة أمل، بالكفاح شقوا طريق النجاح، علمونا معنى الحياة. أصبت ببتر في إيدي ورجلي وفقدت نظر عيني اليمين، والإصابة دي شرف وهتفضل وسام على صدري. الحياة ما وقفتش، لا دي ابتدت. بالإيمان بالله والإرادة والعزيمة والتحدي اتعلمت سباحة وحققت ميداليات، وعلشان طموحي عمري ما هيقف. إن شاء الله أرفع علم مصر في السباحة زي ما رفعته وأنا بطل من أبطال شمال سينا، وبقول للشهداء ارتاحوا في الجنة، حقكم جه. مصر هتفضل قوية بجيشها وشعبها. أبطال شايلين روحهم على كفهم، كل هدفهم خدمة وطنهم وبس. أثناء أحد المداهمات أنا اتصبت بالبتر في إيدي ورجلي. الحمد لله القوات المسلحة قدمت لي كل الدعم والرعاية، وإن شاء الله يتم علاجي على خير وهخدم بلدي في أي مجال تاني. وصبت دي أقل حاجة ممكن أقدمها لبلدي، وحتى لو روحي مش كتير عليك يا مصر. وزي ما في ناس بتحمي حدودنا، في ناس تانية من جيشنا الأبيض بتحمي حياتنا. أولى حالات الوفاة أصيب بفيروس كورونا المستجد. لما انتشر فيروس كورونا أنا اتطوعت في مستشفى عزل بلطيم، وكنا في رمضان وصايمين. بدأت أحس بصداع وإجهاد، بعد كده دخلت في غيبوبة استمرت تقريبا 15 أو 16 ساعة. لما فقت لقيت الدنيا ظلمة واكتشفت أن أنا فقدت البصر. كنت منتظر مولودي الأول بعد 11 سنة، لكن أنا ملحقتش أن أنا أشوفه. محمود زي أي أب كان نفسه يشوف ابنه، خصوصاً أننا منتظرين من 11 سنة، بس هو فضل يكون مع الأطقم الطبية في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا. الحمد لله راضيين بقضاء ربنا. يحيى دلوقتي هو نور عينين محمود. وده مش كتير على البلد، في ناس قدمت أرواحها وأجسادها علشان خاطر يدافعوا عننا ويحموا البلد. من فضلكم نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع، سواء اللي هم يعني استشهدوا في أداء هذه المهمة، أو اللي ما زالوا حتى الآن بيقوموا بدورهم الرائع جدا والعظيم جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة. وحدتنا أصل قوتنا، مسلم مسيحي نسيج واحد لوطن واحد. عدد مدمات الشمال سيناء اتصبت، كان ناتج الإصابة كسر في عظم الوش، ضعف عصب سمع ودن الشمال، انفجار في طبلة ودن الشمال واليمين، تمات في عناية الاثنين، شظايا متفرقة في الجسم، منها 13 شظية دايسة على عصب الركبة الشمال، شظية في صابونة الركبة اليمين. أول لما اتصبت كلمت النقيب سعيد، قلت له يا سعيد أنا رايح كوبري القبة، متعرفش حد من أهلي، وجاب زيارة أسرته بالكامل، فضلوا قاعدين معايا. وبعد ما الزيارة ما خلصت اتفاجئت إن والدة النقيب سعيد مرافق ليا في المستشفى. أول حاجة جات في دماغي إن أنا أم لجورج. جات الممرضة في انتهاء اليوم تقول لي أنت مين؟ قلت لها أنا مامته، أنا والدي جورج. تقول لي إزاي؟
قلت لها ازاي ايه؟ قالت لي انت فاطمه وهو جورج. قلت لها كلنا واحد. فضلت مرافقه ليا بترعاني، لو والدتي كانت قاعده معايا في المستشفى كانت تعمل كده برضه. وسعيد دايما كان يقول لي ده اخ لم تلده امي. وبعدها بفتره طشت سعيد، فوجئت بجورج بيبلغني خبر استشهاد ابني سعيد. سعيد كده بلده ووطنه مصر، دم جورج وسعيد واحد. الله عليك يا مصر، ولادك وشبابك كنوز وأملنا في بكرة، تضحيتهم وسام على صدورنا. طول ما بلدنا فيها أبطال زي دول هنفضل مطمنين عليها. من قلوبنا ألف تحية، لولاهم ما كنا هنا.